السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من مركز تدريب كلاب الحراسه ابو منور، معاك كابتن ابو نور. تحياتي ليكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا في قناه تدريب كلاب هوم دوجز ابو منور، تحياتي لكل الناس اللي متابعانا من اي مكان في الوطن العربي واللي متابعينا من اي مكان في محافظات مصر. تحياتي لكل مربيين الكلاب والناس اللي هي بتبدا في التربيه واللي حابب يربي كلب والناس اللي بتحب تربيه الكلاب مع انه مش مربي في بيته. يعني النهارده يا جماعه زي ما عودناكم بنرد على الاسئله اللي انتم بتبعتوها لنا على اليوتيوب، وبننقي السؤال اللي هو فيه فايده وفيه معلومه وفيه نتيجه في الاخر، ان انت تنفذ المعلومه ويطلع فيه ناتج ليها. طبعا بنحاول ان احنا نشوف السؤال اللي هو هيفيدك ويفيد غيرك. بس يا ريت قبل ما نتكلم النهارده يا جماعه تعمل لايك للفيديو ده وتعمل اشتراك، لان الفيديو ده مهم جدا وفيه معلومات مفيده جدا وفي ناس كتير عايزه تفهم وتعرف. يا رب تستفاد معانا. من وسط الكلاب بتاعتنا يا جماعه بنمس عليكم وبنقول لكم تعالوا نشوف الاول الكلبه ليلي. لو كنتوا فاكرين الكلبه اللي احنا كنا نزلناها كان عندها جرب وحساسيه جامده في جسمها وما كانش فيه ولا شعرايه في الجلد، وكان الجلد كله ممحو من الشعر، ما كانش فيه ولا شعرايه، وبدانا ان احنا نعالجها الحمد لله زي بالعلاج اللي هو اللي احنا بنعالج بيه، بالنظام اللي احنا بنعالج بيه، ونظام مش مكلف ومفيش الكلام ده كله تمام. طبعا تعالوا كده نشوف ليلي ونشوف الشعر بدا يطلع في جسمها تاني ولا ايه رايكم. طبعا يا جماعه دي ليلي، واضح ان الشعر بدا يكسي. هي الكلبه زي ما احنا بنقول، في ناس بيبقوا مربين كلاب بيقولوا الكلاب الزازي، الكلبه الزازي، الشعر طلع اهوت في الجلد تمام، وباين ان الجلد بدا يكسي كله شعر، يعني بالكتير خالص كمان شهر والجلد بدا يبقى طري خالص. على فكره يا جماعه يعني بالكتير كمان شهر بالظبط ليلي هتبقى تمام التمام وهتبقى طبيعيه خالص زي اي كلب جسمه كامل. ليلي دلوقتي الحمد لله ما فيهاش اي مشكله وما فيهاش اي حاجه، بس الموضوع طبعا ما عارفين يا جماعه كلكم موضوع الشعر ده بيحتاج وقت شويه لحد ما الشعر يكسي تاني ويبدا ينظبط تاني مع التسريح ومع الحمى ومع الحاجات دي. تعالوا بقى نرجع للحلقه بتاعتنا يا جماعه ونرد على الاسئله بتاعت الناس اللي بعت لنا. في مش عارف ايه محمد كده، زي ما قلنا يا جماعه معلش احنا بعد كده مش هنختار الاسئله اللي فيها الاسامي مش واضحه، لان احنا بنفضل ان احنا نقول الاسامي عشان كل واحد يعرف ان سؤاله ترد عليه. اي حد بعت لنا سؤال والاسم مش واضح مش هنختار السؤال. بيقول كابتن انا عندي كلب جيرمان عنده سنه ونص، كل ما اختي او امي تخش عنده بيزوم عليهم وعاوز يعضهم. طبعا يا باشمهندس يا ريت حضرتك اللي بعت السؤال ده، انا مش عارف نقول اسمك لان الاسم اساسا مش واضح. موضوع ان كلب عندك في البيت وبيزوم على حد عندك في البيت، حد مثلا من اهل البيت والكلام ده كله، المشكله الموضوع ده سهل جدا وما فيهوش اي مشكله، بس كل اللي عليك ان انت هتجمد قلب اللي قاعدين معاك شويه اللي هي مامتك واختك، تجمد قلبهم شويه وتقنعهم ان الكلب ما بيعضش او ما بيخوفش. ما تحاولش ان انت تعمل لهم رهبه وتعمل لهم رعب في قلبهم علشان هم اساسا مرعوبين منه، لان طبعا عارفين يا جماعه في ناس كتير بتبقى مش متعوده على الكلاب، بيبقى عنده فوبيا، بيبقى مرعوب من الكلب وخايف منه والكلام ده كله. طيب هتعمل ايه؟ كل اللي عليك ان انت هتجيب كمامه كويسه للكلب وتلبسه كمامه وتخلي مامتك واختك قاعدين في مكان ما يشغلوش بالهم خالص وما يبصوش للكلب، وتبدا تطلع الكلب في المكان ده. المهم ما تخلهمش يبصوا له ولا يخافوا ولا يجروا منه ولا كلام من ده، يدوا للكلب ظهرهم ما يبصلوش خالص. الكلب هيبدا يتحرك في المكان وهو لابس الكمامه، هيبدا يتحرك في المكان ويلف ويشم هنا ويشم هنا وهيروح عليهم يشمهم، لان يا جماعه زي ما احنا عارفين كلنا ان الكلب السلام عنده او التعارف عنده هي حاسه الشم، يعني الكلب لما يروح على حد يشمه هو ده التعارف والسلام. ما خافش منه ما عملوش اثاره بالخوف، الكلب عمره ما هيقرب منه ولا هيأذيه. مره على مره تعمل الموضوع ده وباذن الله مش هيقرب من حد فيهم، بس المهم ان هم ما يعملوش اثاره للكلب ويحسوه ان هم خايفين منه. في انا زازا بيقول هل الكلب بيتدرب وهو عنده قد ايه؟ هو الكلب وهو عنده قد ايه؟ بص يا زازا، الموضوع الكلب بيتدرب، اولا شكرا لاشتراكك معانا واسمك على فكره اسم جميل جدا زازا. موضوع الكلب يتدرب، الكلب بيتدرب بنفضل ان هو يتدرب من بعد 6 شهور او 7 شهور. طبعا بيكون الكلب فاهم عقله، فاهم دماغه، بيكون الكلب عارف اسمه والحاجات دي كلها، وبنبدا من هنا تدريب الكلب معاك بقى لاي سن مفتوح. يعني في مينا بيقول مع احترامي ليك يا كابتن ابو نور، كلام حضرتك وعن الكلاب وفاها مظبوط جدا، لكن كلامك عن البني ادمين مش كله صح، لان مش كل الناس زي بعضها. والله يا مينا انا لحد دلوقتي ما شفتش حد عادل بالعربي، يعني عشان نبقى معاك دغري، مالكش دعوه بالناس اللي انا متعامل معاها في شغلي والكلام ده كله، الناس اللي انا صاحبتها ما شفتش صاحب عادل. الله اعلم بقى العيب فيا، ما بنعرفش ننقي اصحابي، الله اعلم العيب فيا انا، المشكله عندي انا. بس يعني بص، تعمل البدع فاضل شويه، لو رقصت له على السلم كده
صاحبك تبص تلاقيه رايح جاي عليك والكلام ده كله، الا بقى صاحب المصلحه اللي انت بتبقى عارف وواثق ان هو صاحب مصلحه بيروح وبيجي عليك عشان مصلحه، انت بتستفاد منه وهو بيستفاد منك، انتوا عارفين انتوا الاثنين بعض نظامكم ايه، خلاص خلصت. انما اللي بيخش عندك وبياكل معاك عيش وملح اول حاجه بيعملها بيتكلم عليك، اقسم بالله العظيم هو ده السبب الوحيد اللي مخليني منتمي لتربيه الكلاب وحابب تربيه الكلاب وحابب تدريبهم وحابب ان انا نعيش في وسط طباعه، هو ده فعلا اللي مخليني، لان فعلا ما لقيتش يا جماعه والله العظيم من يوم ما اتولدت واحد صاحبته عدل. انما الناس اللي بتتعامل معانا وبتروح وبتيجي علينا لا، دي ناس محترمه بس الحمد لله، الحمد لله ما نعرفش طبعهم ايه، لان لو عرفت طبعهم باذن الله برضو مش هتلاقي حد عدل. فالله اعلم بكل واحد والله اعلم بكل شخصيه، انا ما نعرفش، بس انا عن نفسي، انا بنتكلم عن نفسي، الوفاء فعلا عند الكلاب افضل من البني ادمين. في سؤال تاني، حب الكلاب، شوفوا بقى، شوف السؤال، شوف القناه اسمها ايه، شوفوا كاتب اسم ايه، حب الكلاب، يعني ما كاتبش حب البني ادمين امين على فكره. حب الكلاب بيقول: اهلا يا احسن كابتن، انا بدي اعرف من الاقوى، الجيرمان او الروت ويلا، مع تحياتي من تونس. احلى تحيه لتونس، واحلى يا جماعه سلام للناس المحترمين جدا، اهل تونس ناس بصراحه تشرف، وناس كلامهم جميل جدا وكلام في غايه الادب والاحترام. بص يا باشا، هو الروت اقوى، الروت معروف ان هو اقوى من الجيرمان كجسم كحركه ككلام من ده كهجوم كحاجات من ديت، هو الروت اقوى، بس الجيرمان دماغه احسن، يعني في التربيه الجيرمان دماغه احسن، لكن الروت كلب قوي. بس برضو لو انت زبطت معاه نفسك ورتبت الكلب من صغره واقلمته من صغره على الحياه وعلى الفهم والاوامر والطاعه والحاجات دي، هيبقى تمام التمام، لان احنا اشتغلنا مع كلاب روت في التدريب كتير وشفنا كلاب جميله جدا، يعني ربنا يبارك لاصحابها يا رب. في سؤال تاني، محمد اشرف بيقول: باشا مصري بحبك بحبك بحبك، كل دول بحبك يا محمد والله العظيم، وانا مليون بحبك بصراحه، يعني انت شخصيه محترمه جدا. انا محمد اشرف من الجيزه، وسلامي ليك والنور ربنا يخليها لك حبيبي محمد، ربنا يبارك لك يا رب. بعد اذن حضرتك كنت عاوز اعرف ازاي احدد عمر الكلب، وهل الكلب اللي بكسحه احسن ولا الكلب اللي من غير، وشكرا ليك ودايما في تقدم. محمد بيتكلم يا جماعه على الشولاين والورك لاين. طبعا يا جماعه هو مصر اليومين دولت كلمه كسحه 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 كسحه، كله بيدور على الكلاب اللي فيها شغل، الكلاب اللي فيها مواصفات، الكلاب اللي فيها دلف الارض، الكلاب اللي فيها كسحات، الكلاب اللي فيها عرائيب، الكلام ده كله، لفه الظهر، الحاجات دي كلها. طبعا الكلام ده شغل الغواه تمام، لكن انت ممكن تكون مربي عندك كلب يا محمد استريت عدل خالص، ما فيهوش كسحه ولا فيه اي شغل تقاليب، بس انت حبه ويطلع ارجل من مليون كلب شولاين او من مليون كلب بكسحه. الموضوع مش الموضوع في التربيه، لو انت حابب تربيه الكلاب مش الكسحه او مش كسحه. انا يعني صدفت عليا ربيت كلاب استريت عاديه كان بمليون راجل وبمليون بمليون كلب فيه شغل تمام، بس طبعا انا عن نفسي بنفضل الكلب اللي هو الوسط، يعني ما يكونش كسحه جامده، لان طبعا بتبقى مأثره عليه في حركته ومأثره عليه في مشيه ومأثره عليه في جوازاته والكلام ده كله، في نفس الوقت ما يكونش استريت عادل خالص، يعني بيكون في دم خفيف كده تمام، في دل في الارض، في عرقوب من ورا، في لف الظهر خفيفه، في كسحه خفيفه، الحاجات دي كده احنا بنفضلها، واغلبيه الغواه كمان بيفضلوا الكلام ده، الناس اللي هي حابه التربيه يعني حباه علشان الطبع بتاع الكلب او حياه الكلب نفسه، مش حباه عشان الماده، لكن لو الموضوع ماده لا بيدوروا على الكلب اللي واقع في الارض. في احمد محسن بيقول: انا بحبك قوي والله العظيم، وعايز اعرف ايه الحل، الكلب بتاعي هو جرو جيرمان وهو دايما بيعمل حمام في الشقه. محمد ارجع للحلقات القديمه هتلاقي في حلقه احنا عاملينها مخصوص للموضوع بتاع الحمام في الشقه ده، اهم شيء ظبط مواعيد الاكل للكلب هتعرف تظبط مواعيد الحمام، ده قانون، خليه في دماغك على طول مع الكلب، ظبط مواعيد الاكل هتعرف تظبط مواعيد الحمام، وحط الكلب في تخيلك ان هو طفل صغير لسه مولود، شوف مامته بتعمل معاه ايه وبتبدا تعلمه ازاي يخش الحمام، وبتبدا تعمل معاه ايه، واحده واحده هتمشي مع الكلب بنفس الطبع ده، هتلاقيه اشتغل معاكوا بقى 100 100. وما تنساش ان الطفل الصغير ما بيتولدش مامته تخش تدخله الحمام تاني يوم بيعرف، لا ده بيقعد سنه واثنين وثلاثه تمام. انت اعمل مع الكلب نفس الموضوع، بس بدل الموضوع سنه واثنين وثلاثه هياخد معاك شهر او شهرين او ثلاثه بالكتير. يعني في نشوف تاني، يحيى علي بيقول: انا عايز اعرف علاج القرض الجراد يعني، بس تكون وصفه قويه، علشان اديت للكلب حقن وحميته بحاجات كتير وما عملتش حاجه وشكرا.
يا ريت يا يحيى تكتب لنا سن الكلب قد ايه، لان لو سن الكلب كبير بندي له سنتي ونص ايفوماك في الاحجام من الكلاب اللي عندنا كده، بندي له سنتي ونص ايفوماك اردني، والكلاب موجوده الحمد لله ما فيش جراد ولا حاجه، بندي له سنتي ونص ايفوماك اردني وبنمسح له جسمه بعد ما بنحميه بميه بس، بنمسح له جسمه بالدايزانول مثلا 5 سنتي دايزانول على رطل ميه بسفنجه، وزي ما قلنا بنمسح له جسمه ودانه والكلام ده كله، لو في اي اراده بتموت وبنبدا نسرح له بعد كده كذا تسريحه بيبدا الوراد اللي ميت ده بينزل منه. طبعا يا جماعه نستكفى لحد كده بالحلقه ديت، ونستكفى لحد كده، يا رب تكونوا استفدتوا مننا يا رب، ويا رب تكون ليلي عجبتكم بعد فتره العلاج اللي خدتها، ويا رب اصحاب ليلي كمان يشوفوها ويشوفوا ايه رايهم في طريقه العلاج بتاعتنا، وهل الشعر طلع. هم كانوا قلقانين جدا وكانوا متاكدين ان الشعر مش هيطلع تاني، لكن الحمد لله الشعر طلع تاني وليلي صحتها تمام التمام. يلا ليلي، وليلي صحتها تمام التمام وبتتحرك تمام التمام وما فيهاش اي مشكله خالص، والكلاب هنا خدت عليها وبقت 100 100 في وسط الكلاب، ربنا يبارك فيها يا رب. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا على قناه تدريب كلاب هوم دوجز، تحياتي لكل الناس اللي بتبعت لنا وبتسالنا واثقه في كلامنا، تحياتي لكم كلكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.